أن تطوير الكوادر الإماراتية وتهيئتها بأن تكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورسم ملامح المستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى التوجهات التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، وسارت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على هذا النهج. وهذا ما يتبلور في الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، حفل تخريج أول دفعة من طلبة برنامج الدبلوم المهني في استشراف المستقبل. اليوم نحن في وجودنا في هذا المكان لتخريج الدفعة الأولى من دبلوم استشراف المستقبل، والذي هو بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالإمارات، والذي استمر على لمدة 4 أشهر متواصلة. دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد تنظر للمستقبل بنظرة ذات أهمية قصوى، ونحن أيضا ننظر له، ويجب علينا أن نفكر، ويجب علينا أن نأخذ قرارات، ويجب علينا أن لا نتراجع في مسيرتنا لتحقيق الرؤية من أجل الوصول إلى ما هو أبعد. احنا ساهمنا بشكل فاعل أن نترجم رؤية القيادة بالتعاون والتنسيق الطويل في إنتاج هذا البرنامج لتخريج قادة وليس مدراء أو إلى آخره، يقودون البلد، يستشرفون المستقبل، يفهمون ماذا سيحصل، كيف يخططون، كيف يفكرون، كيف يسعدون الناس. الدبلوم المهني لاستشراف المستقبل أضاف لنا الكثير من المعرفة بالنسبة للأسس العلمية الصحيحة لاستشراف المستقبل، وكذلك عمل على تقويتنا في مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بكيفية استخلاص نقاط القوة والفرص والتحديات التي يمكن أن تأتي مع المستقبل. يعد هذا البرنامج خطوة مهمة تساعد المنتسبين على معرفة المزيد عن ثقافة استشراف المستقبل ضمن القطاعين العام والخاص بالدولة، كما تمكن الخريجين في إيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي تواجههم أثناء العمل، والتركيز على التخطيط الاستراتيجي مع العمل على اختراع وجمع الأفكار المثالية التي تحسن جودة العمل.